إذا كلمة تبارك إذا تكررت في السورة تعطيك معنى جميل جدا في خضوعك لله تعالى، في شعورك بأن الله بركته زائدة عليكم يا عبادي، وعطائي زائد عليكم يا عبادي، وكرمي نازل عليكم يا عبادي. فتعرضوا لهذا الكرم وتعرضوا لهذه البركة بطاعة الله تعالى، بالعمل الصادق، بالعمل الصالح، بالصدق، بالتأني، بإتقان العمل. كل هذه الأوامر اللي أمرنا الله تعالى فيها افعلوها يا عبادي، ليه؟ لتكسبوا هذه البركة من عطاء.